شاء الله باكر فايزين بجهود المدرب وبجهود الجمهور. سيوصل الشرطة نجاحات متحققة مؤخرا؟ والله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. وصل النجاحات المتحققة لأخي مؤخرا؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والشكر على النتائج الماضية. طبعا إن شاء الله نحقق الفوز، نحقق طموحنا طموح الفريق، ونحافظ على مستوانا ونتائجنا المتقدمة، يعني من مباراة لمباراة بتصاعد مستوى الفريق وانسجام، إن شاء الله طموحنا الفوز بإذن رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أخ سيف، مثل ما تعرف مباراة مهمة، إن شاء الله عزمنا على تحقيق نتيجة إيجابية، العودة إلى بغداد، 3 نقاط مهمة إن شاء الله. توقعاتك؟ إن شاء الله الفوز، أنا أتمنى الفوز، اللاعبين قدموا المستوى المطلوب، أتوقعه على السبب. شكراً كاف. بسم الله الرحمن الرحيم، إن شاء الله الفوز 2-0. والله ان شاء الله الفريق جاهز وعلى اتم الجاهزيه، وان شاء الله الباكر الفوز للفريق ان شاء الله بخير الله. ان شاء الله 2-0. بسم الله الرحمن الرحيم. اكيد يعني احنا كلاعبين انه مستعدين لهذه المباراه مثل باقي المباريات اللي كنا نخوضها، مباراه مهمه بالنسبه لنا كلاعبين نادي الشرطه، حتى نقدر ان نعزز صدارتنا للمجموعه الثانيه. 3 نقاط مهمه انه تبعدنا عن المنافسين في هذه المجموعه، نتمنى نكون موفقين يوم غد ان شاء الله وتحقيق نتيجه ايجابيه ان شاء الله. Our team is very ready. It's a very difficult game playing Najaf. I hope all the players play very good and we win and take 3 points, inshallah. كابتن سيف، انت تسوي هاي لقاء وانت في النجف، شو تسوي هاي لقاء؟ ان شاء الله يا ربي نحقق فد نتيجه طيبه، واكيد يمكن احنا ساعين بانه نحصل 3 نقاط اللي نكمل بها مسيرتنا اللي بالدوري. ان شاء الله رب العالمين يوفقنا بانه ناخذ 3 نقاط ونرجع ان شاء الله.